مرة أخرى مشاهدينا وبيان من مديرية أمن الإسكندرية في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى القضاء على الإرهاب، ومن خلال توجيهات السيد اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير لأمن الإسكندرية بالتعامل الفوري والحازم مع كل أشكال الخروج عن القانون وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين. وبناء على تلك الخطة رصدت المتابعة الأمنية قيام بعض أنصار جماعة الإخوان الإرهابية بتنظيم مسيرات محدودة في شرق وغرب المدينة عقب صلاة الجمعة، مرددين هتافات معادية للقوات المسلحة والشرطة، وتحث على العنف ضد أجهزة الدولة، حاملين منشورات تدعو للعنف ضد أجهزة الدولة، معطلين للحركة المرورية والمواصلات العامة والخاصة. كما قاموا أيضا بالتعدي على المواطنين المؤيدين لخارطة الطريق. على الفور تدخلت القوات المشتركة في الأقوال الأمنية وتمكنت من تفريق تلك المسيرات وضبط عدد 10 من المشاركين في تلك المسيرات، وبحوزتهم كاميرا ديجيتال ومواد سريعة الاشتعال معبأة في زجاجات المولوتوف والمنشورات المناهضة للقوات المسلحة والشرطة والتي تدعو إلى العنف ضد مؤسسات الدولة، وجاري العرض على النيابة ومداخلة هاتفية من اللواء أمين عز الدين مدير أمن الأسكندرية. سيادة اللواء مساء الخير. ألو. أيوة مساء الخير سيادة اللواء. عايزين تفاصيل اكتر عن ضبط هذه المسيره الارهابيه بالاسكندريه. هو طبعا بس مبدئيا حاليا هدوء الحاله على مستوى مدينه الاسكندريه بالكامل، وقوات الامن والامن المركزي وقوات المسلحه بتقوم بالمرور وتبشير كافه انحاء المدينه، وفي احكام سيطره امنيه. هو كان في مسيرتين عقب صلاه الجمعه النهارده من منطقه الرمل ومنطقه الممتازه. تم التعامل معاهم مباشره، طبعا خرجوا قطعوا الطريق وعطلوا المواصلات واشعال النيران. قوات الامن تعاملت معاهم التعامل المباشر، وتم التفرقه وضبط 10 من عناصر الاخوان الارهابيه ومعاهم مجموعه من زجاجات الملوتوف والالعاب الناريه والشماريخ والشعارات المعاديه، وهيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه حالياً. نعم، شكرا جزيلا سيادة اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية، وضيفي اللواء أسامة الطويل مساعد وزير الداخلية الأسبق. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا فندم ومنورنا يا فندم. أهلا بك. يعني يمكن من النقط المهمة جدا، إحنا دايما بنستضيف ضيوفنا الخبراء الأمنيين علشان نشوف كيفية مكافحة الإرهاب، ولكن بما أن بقى في نقلة نوعية كما صرحت وزارة الداخلية في العمليات الإرهابية، فعايزين نعرف إزاي وزارة الداخلية ممكن تطور من خطتها أو تبتدي تعمل ضربات استباقية، وهل بدأت بالفعل أم لا؟ هستأذن حضرتك معلش، أنا أسفة، في فاصل دلوقتي لازم نطلع ونرجع نجاوب على السؤال. عودة مرة أخرى مشاهدينا لاستقبال ضيفي اللواء أسامة الطويل مساعد وزير الداخلية الأسبق. أهلا بحضرتك مرة تانية. وكنا بنتكلم عن يعني هل وزارة الداخلية بدأت بالفعل في توجيه ضربات استباقية للاختلاف النوعي أو النقلة النوعية في الإرهاب والهجمات الإرهابية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، بداية قبل أن أجاوب على سؤال حضرتك أقدم التهنئة لكل أمهات وزوجات شهدائنا طبعا في رجال بين رجال القوات المسلحة والشرطة، فتهنئة العيد لهم، وأنهم إن شاء الله سيجازوا يوم القيامة بجنات عدن إن شاء الله تعالى. يعني إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله تعالى فندم. الإجابة على سؤال حضرتك أن وزارة الداخلية دائما بتنهج في الفترة الحالية خطط أمنية مرنة تتعامل مع المستجدات الأمنية. من أقوى الخطوات من أقوى الخطط هي الخطط الاستباقية اللي هي ترتكز على المعلومات الواردة للأجهزة المعلوماتية وسرعة التعامل مع تلك المعلومات. وانا بقدم التحيه لكل من جاء بالمعلومه وتعامل معلومه في الماموريه الاخيره في اليوبيه في قريه ساركس. دي قبطه استباقيه قويه طبعا تدل على تواجد المعلومه في الشارع والتعامل القوي معها مهما كانت التضحيات، لان هذه الخطوات الاستباقيه بتدل على قوة الدولة انها بتكون هي اليد الطولة في الموضوع. النهاردة عاوز برضك اوضح للسادة المشاهدين ان هذه العمليات بتحظى باهتمام كبير جدا من القيادة
من فور تلقي المعلومة وكيفية التعامل معها والتعامل معها أثناء الأحداث والتعامل مع نتائجها، حيث لأن مصر تحت بؤرة الاهتمام الدولي سواء على مستوى الإقليمي أو المحلي أو الدولي في تلك العمليات. النهارده لما تشوفي مدى التضحيات المقامة من رجال الشرطة والقوات المسلحة في مثل هذه العمليات، ان طبعا لابد من الاقدام على تلك العمليات مهما كانت التحديات فيها، على اساس طبعا انها بتقي شر البلاد من الاحداث التي يمكن ان تقع. فطبعا هذه العمليه تعتبر من العمليات الشرطيه القتاليه الناجحه، تعتمد على المعلومه وتعتمد على حسن تعامل المعلومه وعلى حسن التنفيذ الاستراتيجي والتكتيكي في تنفيذها. وهي من الحاجات برضك اللي بترفع الروح المعنويه للقوات في هذه العمليات، وبالتالي بتنعكس على شعبنا ان هو بيحس ان القوات اصبحت تسيطر على الوضع بالرغم من خطوره العناصر التكفيريه والجهاديه التي تتعامل معها. نعم. فالنهارده لما هم النهارده شوف حجم المضبوطات اللي معاهم. حجم المضبوطات حاجة مرعبة جدا، دي كلها حاجات لوجستية، حاجات في ناس بتمدهم، في دول بتمد هذه الجماعات بالإمداد بالمال واللوجستيات. ده عشان أوضح للناس برضك حجم المواجهة الشرسة ما بين الأجهزة الأمنية وتلك الجماعات يعني. يعني برضك طالما إن احنا بنكسر من العمليات الاستباقية زي العملية الاستباقية اللي تمت في المنصوره، بضبط الخليه المنصوره اللي هي عاوزين يفجروا المحافظه ويفجروا الكنائس ويفجروا الاقسام وكلام من ده، ويؤسفني اللي فيها طلبه في الصيدله وكلام من ده، حاجات يعني طبعا دي حاجات استباقيه. برضك الخليه اللي اتضبطت في الجيزه اللي هم بيفجروا محولات الكهرباء. في كل هذه الاحداث هم عاوزين يحدثوا فوضى، يحدثوا فوضى يبينوا ما فيش سيطره الدوله على البلاد ويركعوا الدوله المصريه. هي ما هو الهدف من هذه الاشياء، هم بيركزوا في كل مخططاتهم على الاحتياجات. هو ليه بيضرب الكهرباء؟ عشان يضرب الكهرباء محطه الكهرباء النور يقطع فتره طويله، تبدا الناس تسخط فين اللي تعب، يبدا يجهج الدوله اقتصاديا عشان هتركب محولات جديده، وبالاضافه الى سخط الوطنيين لكثره انقطاع التيار الكهربي، يمكن ان تنضم تلك الجماعه المتساخطين ينضموا الى مظاهراتهم، ان هم ما عادش عندهم قوه الحشد المطلوبه اللي هم كانوا في البدايه بيكونوا قادرين عليها نتيجه برضك الخبطات السباقيه اللي بتقوم بها الداخليه في ضبط الهيكل التنظيمي لتلك الجماعه. فديت يعني انا برضك بقدم التحيه لكل الساده الضباط وقائمين على تلك العمليات الاستباقيه، ونتمنى لهم التوفيق الدائم باذن الله. باذن الله. الفرق ما بين ارهاب التسعينيات والان، يعني بيقولوا في نقله نوعيه من الارهاب، ودائما ما يتم ذكر انه مصر تعرضت لموجه من الارهاب العنيف في فتره الثمانينات والتسعينيات وتم القضاء عليها. اولا أبدك عاوز اوضح للساده المشاهدين الفرق ما بين ارهاب التسعينات وارهاب الفتره دي. الفرق جوهري جدا، الفرق جوهري جدا. يعني انا كنت من الناس اللي حاربت يعني شاركت في بجهد متواضع في مكافحه الارهاب في التسعينات في المنيا، محافظه المنيا. في التسعينات كانت الجماعات التكفيريه بيهاجموا جهاز الشرطه فقط، يعني كان المستهدف رجال الشرطه فقط في المقام الاول، وكل من يتبع رجال الشرطة سواء كانوا يعملوا في أجهزة، لأنهم كانت الشرطة مستهدفة في المقام الأول وبعض الشخصيات السياسية، لكن كلها كانت مركزة في جنوب الصعيد، ما كانتش في الوجه البحري. وكاد الناس إلى حد كبير ميالة، متعاطفة معاهم جدا، متعاطفة معاهم لأن ما كانش بيحبوا النظام السابق، يعني في ناس كثيرا متعاطفة من ده. فكانت الإرهاب خد فترة طويلة في عملية المواجهة وعملية المراجعة للجماعات، فدي كانت فترة التسعينات. لكن أنا بقول إن الفترة دي أشرس لي شرسة عن الفترة السابقة. دلوقتي اللي بيقوم بمكافحة الإرهاب دلوقتي في الجماعات الكهربية الشرطة، أولا الشعب اللي كان في التسعينات ما كانش
معاهم دلوقتي الشعب اللي بيكافح اللي يعتبر البطل الاول في المكافحه. وهؤلاء الارهابيين اعلنوا علانيه الحرب على الشعب كله، لم يفرقوا بين هو الشعب. نعم. الشعب هو صاحب المنظومه الاولى، صحيح، ويلي القوات المسلحه والشرطه، فالثلاثه متحدين لمكافحه الارهاب عشان يقصروا بمده زمنيه. ملاحظه حضرتك دلوقتي ان الارهاب شمل معظم محافظات الوجه البحري، ما كانش هو قبل كده في الوجه البحري. يعني دلوقتي احنا بنلاقي يعني المنصوره محافظه ملتهبه، بنلاقي الشرقيه محافظه ملتهبه. ايه الاسباب؟ ايه اللي خلاها توصل للوجه البحري؟ والله في 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 عناصر اخوانيه موجوده كثيره في يعني في المنصوره، ما تشوفي جامعه المنصوره. ولا ده نتيجه الهروب من عمليه تطهير سيناء؟ الهروب ده شيء وارد اساسا نتيجه العمليات المكثفه في سيناء على العناصر الارهابيه. فطبعا هو ما عادوش بيتمركزوا في مكان واحد، هم لازم، بس هو لازم لما يجي يسيب مكانه في سيناء لازم حد يقويه في الوجه البحري، هو لازم يلاقي ايواء، يعني مش هيمشي في الشارع. يعني تشوف مثلا عمليه بسطرد، جم دخلوا في الاليوبيه في قريه في حزب الشركس، خدوا مكان وعملوا منه ورشه يعني تمويه، يعني يجدوا عمليه تمويه، هم ناس برضك يجدوا تمويه. تعتقد ان ولذلك انا بناشد انا اناشد من هذا المنبر جميع الشعب المصري المواطنين الابلاغ عن اي شخص غريب صحيح يتواجد في محل اقامتهم، او الابلاغ عن اي جسم غريب يشاهدوه في مدينه لندن، واطلب من الاجهزه التنفيذيه سرعه الاستجابه. وعاوز اقول لاي مواطن ما يستكثرش المعلومة، ما يسألش المعلومة بتاعته. يعني في النهاردة أنا عندي معلومة ممكن أقولها في التليفون، نعم، ما يسألهاش، لأن أنا بجمع معلومات كثيرة، ممكن المعلومة اللي هو مسألها ديت أنا لما باجي أجمعها بتكتمل عندي منظومة المعلومة. ممكن أنا كمواطن من وجهة نظري أحس إن هي هايفة، بس هي مهمة جدا، لكن هي مهمة جدا بالنسبة لي. صحيح. هو له أن يبلغها ويكون هو برضك قام بدور وطني في المحافظة على الوطن، لأن النهاردة يعني الوطن ده له مقدرات بتاعته كويس، لان ياتي اللي بيحدث ان الفكر الجماعه للاسف ان هو بينفي فكره الوطن. النهارده الخلاف الموجود ما بين الجماعات والنظام هو خلاف سياسي، لماذا يتحول الى الخلاف ديني؟ ودي الخطوره. خلاف سياسي من المقام الاول والاخير، وليس خلاف ديني. نحن بلد دينيه، نحن بلد مسلمه. صحيح. يعني هم عاوزين يدخلوها في منخفض من يعني بيدخلوه في خلاف ديني، وده الخطوره. لكن هو اساسا خلاف سياسي. واحنا لو في عندنا فكره الوطن، اي خلاف سياسي لا يقود الوطن مهما كان نوع الخلاف. طبعا. الى اي مدى تعاون المواطنين مع اجهزه الدوله وسرعه الابلاغ عن اي حركه مريبه بيشوفها حواليه بتساهم في مساعده الاجهزه الامنيه على توجيه ضربات استباقيه؟ اولا جوهر العمليات الاستباقيه هي المعلومه. نعم. يعني عشان بس يعني هي جوهر هي المعلومه. ايوه. وعندما تكون المعلومه برضك في اجهزه معلومات عندنا متعدده، يعني اجهزه الشرطه والقوات المسلحه، في تنسيق كامل، في تنسيق كامل ومتميز في اجهزه المعلومات ما بين القوات المسلحه والشرطه في تبادل المعلومات. لان احنا دلوقتي بنواجه، احنا الاثنين بنواجه خطر واحد، فلا بد من تناسق المعلومه. المعلومه بتبدا من المواطن، تبدا من المواطن والاجهزه، لان المواطن هو اكثر واحد انتشارا في الشارع. نعم. وقوه الاجهزه المعلوماتيه بقوه انتشارها في الشارع. نعم. طبعا. وبقوه المتعاونين. يعني النهارده يا فندم المواطن عندما يحس ان بلده بتروح منه لازم ان يبلغ، لازم ان يبلغ. لان طبعا دي بلدنا كلنا، مش بلد واحد. طبعا. دي بلدنا كلنا، وواجب علينا هذا الموضوع. فهو التعاون الشعب مع الاجهزه المعلوماتيه هو جوهر العمليات الاستباقيه، والتي هي التي تسرع في الاجهاض على تلك الجماعه. من وجهه نظرك، علاقه الرساله التحريضيه اللي بتقوم بها قناه الجزيره بما يحدث في مصر، ايه علاقه الرساله دي؟ طبعا قناه الجزيره بتقوم بدور تحريضي على النظام، وبتنشر اخبار مضلله للاسف الشديد، ما بتدعمها دوله قطر كويس، بتدعمه حاجات للاسف الشديد هم لا ينهجوا النهج الاعلامي الصحيح. وطبعا هم ليه معروف عنهم من زمان هذا النهج، يعني ان هم عاوزين يضللوا الشارع ان كل الكلام ان هم الصح والناس كلها الغلط. بالرغم دلوقتي ان الشارع دلوقتي الشعب هو
هو القاعدة الأساسية دلوقتي النهاردة هي أي أجهزة في أي أجهزة تعمل عاوزة تقنع الشعب. دلوقتي الشعب هو اللي عنده الرؤية كاملة، يعني أنت مهما قلت ما الشعب عارف اللي بيحدث. صحيح. صحيح. يعني النهاردة الشعب عارف إن هيحصل مظاهرات يوم الجمعة في حتة فلانية حتة فلانية حتة فلانية، ما عادش جديد عليه يعني، يعني ما عادش جديد على الشعب إن أنت تضيف له إنه عارف الخطط إيه بتاعتهم وهيعملوا إزاي وإيه اللي بيعملوه. يعني دي برضك من ضمن إيجابيات المواجهة إن بدأ بالرغم الشعب. بالرغم من تغطية قناة الجزيرة أثناء أحداث 25 يناير كانت الناس مديها مصداقية جدا يعني، وكانت بتعتبرها منبر إعلامي ينقل الحدث كما هو. والله يا فندم الحراك ده، الحراك ده كله أي حراك في الدنيا سواء كان حراك إعلامي حراك بشري لابد عندما توقد النار بتصفئ النار. صحيح. عندما يعني تهدأ النار وتبدأ النار تأخذ الخمود تبدأ بقى تظهر الأشياء المعدن والنفيس والخبيث، يعني كل حاجة بتظهر. صحيح. منها الخبيث والنفيس. نعم. فهو لما بتركض النار، النار بتخمد بيظهر بقى الخبر السمين وبيظهر الخبر الخسيس يعني. حضرتك ذكرت انه في صراع سياسي قامت هذه الجماعة الارهابية بتحويله الى صراع ديني، ازاي بتشوف تحريض القرضاوي ضد الجيش والشرطة؟ طبعا المفترض ان الشيخ القرضاوي ده من كبار علماء الازهر، مفترض ان كل رسالته رسالة ارجو ان تكون رسالته موجهة تحوي مفهوم الإسلام. لم الأمة، لم شمل الأمة، وليس تحريض على فئة معينة. يعني كان ينبغي على الشيخ القرضاوي باعتباره داعية كبير يعني أن لا ينحرف عن هذا الموضوع مهما كانت، ما يجب علي أن يقوم بلم شمل الأمة. أن ينصح بلم شمل الأمة وليس يحرض على عدم لم شمل الأمة، لأن احنا الآن في فتنة، والفتنة لابد أن يتصدى لها كل العقلاء وكل العلماء وكل من يحب مصر أن يتصدى لتلك الفتنة طبعا. حتى تنجو بلدنا من تلك الفتنة إن شاء الله يعني. إن شاء الله. محمد عبد المقصود الداعي السلفي دعا بحرق سيارات الشرطة وقتل الضباط وقال إن ده من السلمية، بعدها بيومين على طول حصل حادث مسترد الإرهابي. هل شايف إن في علاقة؟ فندم اولا هل في الدين حاجه فتوى ان واحد يحرض على حرق ضابط الشرطه ومنزله واغتياله؟ ضابط الشرطه طبيعه عمله هذه، طبيعه عمله يعني الطبيب عندما يجري عمليه لمريض ويفتح بطنه وكلام، ما يعني دي وظيفته. صحيح. ضابط الشرطه وظيفته انه انفاذ القانون، هو مش 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 مش, مش عدو لحد، هو بيقوم بتنفيذ سياسه القانون. فلماذا يحرض الشيخ محمد مقصود على هذا؟ طبعا هي موضوع الحوادث اللي بترتكب بمعرفه العناصر التكفيريه يؤسفني ان هم فاهمين ان هذا الموضوع ده هيدخلهم الجنه، وعندهم عقيده عمليه غسيل مخ ان ما يفعله ده عمليه ان هو عاوز يقيم الدوله الاسلاميه، ان هو راجل شهيدا في سبيل الله سيدخل بهذا العمل البطول الجنه، ان هو بيطلع هو قال اصل اللي بيقوم بعمل زي ده فاهم ان ده عمل هيخش في الجنه. بس اعتقد انه ده مش صحيح، لانه في تسريبات الارهابي القاتل عادل حباره منفذ مجزره رفح الثانيه. لا يعني التسريبات بتاعته بينت تماما ان هم مجموعه من القتله المرتزقه المحترفين وبينصبوا على بعض وبيقسموا الفلوس على بعض وبيسمسروا. لا يعني مش عقيده ولا حاجه. اولا لا شوف يا فندم، هو للاسف الناس اللي تبقى فوق بلا فكر والناس اللي بينفذ لها فكر. اللي بينفذ ده عشان يخليه ينفذ ويقدم روحه ده لازم يقنعه ان ده عقيده، انت راجل دلوقتي رايح تموت، انت رايح الجنه، هنتقابل في الجنه. والا ما ياخدوش على الموضوع، والا ما يخدمش على الموضوع. كون بقى ان يعني التسريبات بتقول ان في اختلاف على الفلوس والتمويل والكلام ده، بيقسموا التركه ده شيء طبعا يعني. ما في الناس دي برضك ما بتاكل تشرب منين وتمول منين وبتجيب الحاجات دي منين ويمولوهم ازاي؟ يعني دي في جهات بتمول هذا الموضوع طبعا. لا يقوم الكلام ده كله، هيشتروا الحاجات دي منين او الحاجات دي هتصرف لهم منين؟ يعني ده احنا لا ننفي التمويل، بس هو واضح انه راجل بيقبض وعارف ان هو بيقبض عشان هيقتل. الموضوع ولا ليه علاقه بعقيده ولا ليه علاقه بنشر دعوه. ده بالنسبه للناس، بالنسبه لقيادتهم، لكن بالنسبه للمنفذين
عشان ينفذ زي ما هو عاوز كده، يقول له روح موت نفسك وروح فجر نفسك، ده لازم يقول له تروح ده بقى اللي هو الانتحاري. راح الجنه، راح الجنه، راح الجنه كده. بس اللي بيروح طبعا يعني يغتال ويقتل زي ما فعل عادل حبارة، لا ده عارف هو رايح يقتل ويمشي. يعني ما برضك هما دايما يتستروا تحت الدين، برضه دايما يتستروا. لا هما بيتستروا، هما بيتاجروا طبعا بالدين، ولكن هما بينهم وبين نفسهم عارفين ان هما الدين الاسلامي دين سمح طبعا. الدين دخل الصين، دخل الصين باخلاق التاجر المسلم طبعا، اخلاقيات. ما راحش جيوش راحت هناك طبعا. اخلاقيات طبعًا. الاسلام نفسها الحميده اذا طبقت هذه الاخلاقيات هنكون احسن ناس في الفئة. وده احنا احسن ناس الحمد لله، يعني هنكون احسن ناس قولا وعملا. نعم قولا ازاي بتشوف وعملا. تاثير الصفحات اللي على شبكات التواصل الاجتماعيه اللي بتحرض على استهداف ضباط الجيش، بتسيب بياناتهم، بيانات اسرهم وبيوتهم علشان الارهابيين يستهدفوهم ويقتلوهم؟ دي نوع من الحرب المعنويه يا فندم، دي نوع من الحرب المعنويه اللي هي بتستهدف ضباط الشرطه وضباط القوات المسلحه. وبرضك انا بنصح ضباطنا برضك عدم استخدام الفيسبوك والاجهزه دياتي، عشان برضك نفضل يعني في امان الى حد كبير. برضك مش ان هذه الاجتماعات برضك حكمت البلد سنه، فعندها معلومات كبيره، يعني مش يعني ما هيش يعني كانت في ايديهم ملفات كثيره. يعني ما هل شايف ان هم فعلا قدروا يخترقوا بعض الاجهزه الامنيه؟ فندم يعني. هو كان بيحكم يا فندم، هو كان بيحكم يعني كان بيحكم، كان لدي سلطات يعرف اي معلومه يعني مش يعني. لكن طبعا يعني ربنا انقذ البلد. نعم. انقذ البلد بهذا يعني. من وجهه نظرك ايه علاقه المخابرات الاجنبيه بما يحدث في مصر ومحاولات نشر الفوضى داخل البلاد؟ اولا لما حضرتك تشوفي الخريطه الامنيه للبلاد، عمليات احداث الفوضى عمليات ممنهجه مش عمليات عشوائيه، عمليات ممنهجه. يعني بتلاقي مثلا في الجامعات، جامعه كذا وجامعه كذا وجامعه كذا وجامعه الأصل، يعني في جامعات بتقوم بعمليه ممنهجه على اساس احداث فوضى في الجامعات، تعطيل الدراسه في الجامعات. اذا بالتالي ما فيش سياده للدوله، يعني هدفها عن في السيادة للدولة. اثنين، اغتيال ضباط الشرطة وحرق سياراتهم واغتيال القوات المسلحة، ده عشان يضرب الاقتصاد، عشان السياحة تتأثر بما يأتي هذا. النهارده لما يجي أي سايح يقول لك ده بيموتوا، ده بيموتوا الناس اللي بتحمينا، إذا هنيجي إحنا إزاي يعني؟ طبعًا. طيب، إذا لما يجي ثالث حاجة يخش على محولات التيار الكهربائي عشان يحرق محول التيار الكهربائي، بالتالي هو عاوز يلعب على احتياجات البشريه للانسان، هي المياه والكهرباء وحياته اليوميه، عشان يخلي حياه المواطن اليوميه فيها صعوبه، فيها صعوبه، على اساس ان هو يبدا عاوز يقلب على النظام، يعني يعني يسقط النظام. اذا كل ما هو بيعمله ده حاجات ممنهجه هدفها تقويض البلاد، هدفها ضعف الاقتصاد، بحيث في الاخر الناس تقلب على النظام ويرجع له الشرعيه كما يتراءى له. إذا بالدول الأجنبية طبعا على رأسها أمريكا طبعا عاوزة تنفذ مخططها، عاوزة تنفذ مخططها في إنها في تقسيم البلاد، تفتيت الجيش المصري، إعطاء أخذ 670 كيلو للحفاظ على أمن إسرائيل في الآخر، كله في الآخر حفاظ على أمن إسرائيل. يعني هم يعني ما يعني نيتهم بس يعني هم يعني أمريكا هتساعدهم حبا فيهم؟ لا طبعا، دي مصلحتها. صحيح، مصلحتها. وكل الدول الأجنبية عاوزة تضعف مصر، لكن مصر بفضل الله قوية، بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وبفضل أبنائها المخلصين. كيف ترى دعوات البعض بقى برغم كل ما يحدث بالمصالحة مع الجماعة وللأسف محسوبين على النخبة؟ شوف فندم، هو موضوع المصالحة ده من الموضوعات اللي أصبح شائكة، كويس؟ أصبح موضوعات شائكة. كل ما بيزداد عنف الجماعات الإرهابية ضد الشعب وضد أبناء الشعب، كل ما بتبعد كلمة المصالحة، كويس؟ النهارده ما فيش مسؤول في الدولة يقدر يتكلم في المصالحة، لازم يرجع للشعب، هل تقبل هذا أو لا تقبل هذا؟ يعني وقت برضك أصبح موضوع المصالحة، وإن كنت أنا رجل أمن أحب المصالحة، يعني مش يعني أنا عاوز الأمن البلد تنتشر، لكن وقت الموضوع دلوقتي بقى موضوع ما بين الشعب ومنهم، نعم؟ صحيح. يعني ما فيش مسؤول دلوقتي يجرؤ ان هو ياخذ موضوع المصالحه بمبادره منفرده، ده لازم الشعب يوافق عليها او لا يوافق. الشعب وافق عليها، الشعب هو مصدر السلطات. الشعب ما وافقش يبقى هو الشعب هو الايه؟ هو صاحب برضك السلطات.
لكن دائما عندما تنتصر الحق في النهاية سينتصر الحق في النهاية بإذن الله، ستفرض شروط المصالح. يعني إن لما أبقى أنا قوي كل الناس هتبدأ ترجع تقول لي عشان خاطرنا صالحنا. نعم يعني ما أنا حتى لو جم قالوا لما أنا أفرض نفوذي على البلاد طبعًا كما طبعًا ينبغي. لا وإن شاء الله هنفرض جميع نفوذي. الدول العالمية اللي هي دايما ضدنا ديت هي أول من هيقول أنتوا عاوزين إيه وإحنا غلطانين وكلام من ده. الدول وليس الدول على الإرهابية. نعم يعني ده الدول هتعتذر، امال بقى الارهاب يعمل ايه؟ صحيح. يعني هل حضرتك شايف ان ممكن تتصالح دوله بشعبها وبجيشها وشرطتها مع ميليشيات ارهابيه مسلحه ايا كانت قوه هذه الميليشيات؟ ما انا قلت يا فندم الشعب اللي هيقول كلمته وليست الجهات الرسميه، لان ده الموضوع اصبح خصومه مع الشعب مش مع النظام. نعم دلوقتي الشعب دلوقتي هو فيصل الرئيسي في موضوع الايه؟ المصالحه. طبعا الشعب اللي هو اعلن رفضه ليها من الاساس، يعني احنا نزلنا فوضنا الجيش والشرطه لمحاربه الارهاب، فده معناه انه ما فيش حاجه. الشعب يا فندم دلوقتي هو اصبح هو في القانون يا فندم الدستور الشعب هو مصدر السلطه. طبعا هو مصدر الموضوع كل الناس تاخد فلوسها. فلكن الغدا كل واحد عاوز مطالبه مره واحده ديت. طبعا احنا بلدنا محتاجه الان المخلصين من ابنائها، عاوزين مزيد من الانتاج. نادي عاوزين احنا منتجين مش يعني عاوزين ننتج، لان طبعا احنا في مرحله حرجه جدا، عاوزين انتاج، عاوزين السياحه تيجي، عاوزين موارد العمله الاجنبيه تبقى موجوده عندنا مره اخرى. دي المفروض حضرتك بتتكلم على فيما يخص الاضرابات او يعني الاضرابات والمظاهرات اللي هي بتطالب بطلبات معينه من الحكومه الحاليه. لا اصل الجماعات الاخوانيه بتستغل تلك التظاهرات وتشعلها اكثر. طبعا. طيب لا انا اتحدث عن الطابور الخامس، يعني هذا المصطلح ظهر. ما هو الطابور الخامس بعد ازهر؟ الطابور الخامس هو من يحسب على النخبه في مجالات مختلفه، ولكن هناك دائما السم في العسل داخل الحوار، تعرفهم من لحن القول. واخدوا ودول هؤلاء الطابور الخامس من سقطت الاقنعه عندهم كتير جدا بعد 30 يونيو. يعني 30 يونيو لما كشفت ما كشفتش الاخوان بس، كشفت ناس كتير قوي، يعني كانت حاجه صادمه لحضرتك في بدايه حديث مع حضرتك. عندما تخمد النار يظهر النفيس والسمين والخبيث. نعم فلا بد ان يظهر السمين والخسيس والخبيث، هتظهر بالايام كفيله تظهره. لكن انا عاوز اقول الناس اللي احنا الناس المخلصين القائمين على العمل نشد من ازرهم ويعني على اساس ان احنا لابد ان تسترسى المركب على بر الامان. مهما كانت التضحيات لابد ان احنا كلنا ندفع البلاد لبر السلامه، وعندما تستقر البلاد سيظهر الخبيث والنفيس. سيظهر هي ظهرت على فكرة، هي ظهر من بدري. سيظهر أكثر يعني المشاهد بقى. لا سيظهر من هم أكثر. يعني ده يعني لسه في مفاجآت. طبعاً متوقع طبعاً أنه طبعاً لسه في كشف برضو طبعاً عن طبعاً. تفسيرك إيه لزيادة الأعمال الإرهابية كل ما بنقرب من تنفيذ خريطة الطريق وبنقرب من الانتخابات الرئاسية؟ جماعة الإخوان والتنظيم الدولي والدول المعادية تسعى كل السعي إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية، وبيعتبر أن كل تنفيذ أي استحقاق من الاستحقاقات الثلاثة اللي هي الاستفتاء والانتخابات الرئاسية الانتخابات البرلمانية ده بيقضي على أملها في العودة. كويس تقضي على أملها، فهي بذلك ستزداد العمليات في الفترة القادمة أيضا كلما اقترب بر السفينة إلى بر الأمان، ودي حاجة متوقعة لدى كل الرجال الأمن وعاملين حساباتها إن كل ما بتتقرب السفينة إلى بر الأمان ستزداد العمليات إلى أن تستقر البلاد وتهدأ وتنكشف الغم إن شاء الله. يعني إيه الإجراءات اللي هتتخذها الجهات الأمنية من قبل الجيش والشرطة لتأمين الانتخابات الرئاسية في الفترة القادمة؟ هو طبعا دي حاجة مش جديدة على القائمين على العمل في تأمين العملية الانتخابية طبعا. وبيبقى عندهم طبعا ما يتوفر لهم من معلومات
الاجهزه المعلوماتيه ان ممكن يعملوا اي اعاقه للعمليه الانتخابيه، تتجمع المعلومات وبدأ يبدأ يحط الخطه المناسبه لتلك المعلومات. دائما الخطه الامنيه تتمتع بالمرونه والحركه، يعني مش حاجه يعني دي حاجه انسانيه. انا لو في مثلا خلل موجود في منطقه الهرم هدعم منطقه الهرم، ما في خلل هيكون موجود في اي منطقه فيها اخوانيه، لكن الخطه العامه المناطق اللي فيها تكدس اخواني لابد ان يكون فيها خدمات امنيه مكثفه. تكثيف القوى الامنيه فيها. طبعا طبعا. تقييمك ايه لاداء حكومه المهندس ابراهيم محلب؟ انا غلبان، انا مواطن غلبان. هو طبعا المهندس ابراهيم محلب رجل ناجح، يعني من ايام ما كان ماسك شركه المقاولين العرب هو شخصيه نشطه. اتمنى ان الله ان ربنا يوفقه، لانه رجل عاوز يعمل حاجه وميداني، ما بيش بتاع مكاتب يعني. طبعا العمل الميداني طبعا ده يعني ده سمه الرجل الناجح. ليه؟ لانه هو بينظر بيشوف على الطبيعه المشاكل، بيسمع بودانه، محدش بيجيب تقارير، لا هو بيسمع ويشوف ويقابل. وخلي بال حضرتك برضك تحركات المهندس ابراهيم محلب دي تحركات امنيه، يعني دي برضك بيبعث رساله امن للناس، انا رئيس الوزراء ماشي في وسط الناس، بروح اقابل الناس. ده رساله امن، احنا بنشكره على انه ديت بيؤدي رساله امنيه في تحركاته. هل تعتقد ان هي ايضا رساله للخارج بان مصر فندم امنه؟ يا فندم، مصر تحت بؤره الاهتمام العالمي على المستوى الاقليمي طبعا والمحلي والدولي. هو تفتكر ان مصر دي حاجه بسيطه؟ لا بسيطه ايه، ده الحادثه بتاعت البنت اللي تحرشوا بيها في الجامعه بقت تتكتب على الصحف العالميه، وتعليق احد الاعلاميين يعني عليه خدوه برضه مصر. يا فندم مصر ديت رمانه الشرق. صحيح. كويس. كل انظر العالم عليها. صحيح. الصغيره فيها بتكبر كبيره، يعني انا عاوز افهم الناس ان اي حاجه صغيره هنا في مصر تبقى بتصعد وبتكبر بره. طبعا. كويس. وده الاجهزه الامنيه عندما تتعامل مع المظاهرات الاسبوعيه واليوميه ديت تتعامل برضك بضبط النفس الى قدر كبير جدا جدا جدا. ليه؟ ان هم عاوزين يجروا الامن الى عنف، والعنف يولد قتلى، والقتلى يتم تصعيد هذا الموضوع انك تقمع المعارضين. طبعا في الحاجات دي محببه لدى الاجانب ان احنا في مصر بنقمع الحريات وكلام من ده، بالعكس هم مستنين اي تلكيكه، هم يعني واحد منتظر لك كل حاجه. فدي بالصعوبه برضك القائم على العمل، ان هو برضك بيتعامل وفق اسس واطر قانونيه ومعلوماتيه وحاجات لا ابعاد سياسيه. فيعني دي كلها حاجات يعني الناس يمكن ما تحسهاش شويه، لان طبعا الناس لها الظاهر، لكن كل واحد بيتصرف مسؤول عارف ان قراره ده بيتم تحليله على مستوى الإقليمي ومستوى المحلي ومستوى الدولي. كلمة أخيرة حضرتك توجهها لأبناء الشعب المصري والأجهزة الأمنية القائمة على حماية أمن مصر. أولا أنا طبعا بشكر حضرتك على الاستضافة. شكرا يا فندم. وأتمنى من هذا المنبر أن السلامة لبلدنا مصر إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. وأشد من أزر جميع العاملين في الأمن من إخوات القيادات وأبناء الضباط سواء في القوات المسلحة أو في الشرطة. وأشكر الشعب على مساندته لرجال الشرطة، وأطلب المزيد من المساندة والمد بالمعلومات كل من توفر لديهم معلومات. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يمن على بلدنا ودء هذه الفتنة وأن تعود بلادنا سالمة غانمة إن شاء الله. بشكر ضيفي سيادة اللواء أسامة الطويلة الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق، شرفتنا يا فندم. شكرا يا فندم. نشكرك جدا. شكرا. وضيفي للفقرة اللي جاية الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة. مشاهدينا هسيبكم دلوقتي مع نشيد يمكن كتير مننا ومن الجيل بتاعنا والجيل اللي بعدينا ما يعرفش عنه حاجة، هيسمعه لأول مرة، وهو نشيد القوات المسلحة، نشيد الجيش المصري، درع الوطن وسيفه، رسمنا على القلب وجه الوطن. ونرجع لكم عشان نبدأ حوارنا. رسمنا على القلب وجه الوطن، لقيلا وهيلا وشعبا أصيلا. رسمنا على القلب وجه الوطن، لقيلا وهيلا وشعبا أصيلا. وكنا فيها مثل. Let's go.
بالكرامة عروبتنا تبتدي بالقلوب ويحميك من دم جيش القنانة عروبتنا تبتدي بالقلوب ويحميك من دم جيش القنانة وتنسى بياليل حرا طليقا يحكي غفافك مع النضال وتنسى بياليل حرا طليقا يحكي غفافك مع النضال وتصفى مدى الدهر حنطا عريقا بجد القلوب وعد الرجال فتمنى على القلب وجه الوطن نخيلا وهيلا وشعبا اصيلا فتمنى على القلب وجه الوطن نخيلا وهيلا وشعبا اصيلا وكنا بها مثل كل الزمن لاقصى شباب جميلا بديلا Thank you.